السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة لإزالة القمل من الشعر. القمل هو مشكل اللي كيعاني منه العديد من الأطفال، خصوصا هذه الأيام مع المدرسة والاختلاط بالأطفال الصغار. يعني كيكون فقط طفل واحد فيه القمل فينتقل إلى القسم كامل يصاب بنفس المشكل. مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. الناس اللي كيشوفوا القناة ديالي لأول مرة، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الابوني الموجود اسفل الفيديو وتفعيل الجرس للتوصل دائما بجديد الفيديوهات على القناة. ولا تنسوا زيارة حسابي على الانستغرام عالم، وكي ساتركه لكم اسفل هذا الفيديو، اكون متفاعلة فيه بشكل كبير جدا. الوصفة مكوناتها كما اقول دائما سهله ومتوفره في كل بيت. هذه الوصفه فيها مرحلتين. المرحله الاولى سنحتاج فقط فيها الى الخل الابيض او الخل الاحمر، ولكن الافضل استعمال الخل الابيض في هذه الوصفه. سنحتاج فقط الى ملعقه واحده، ملعقه كبيره من الخل الابيض، وساشرح لكم في هذا الفيديو بالتفصيل طريقه عمل هذه الوصفه. يعني مكون المرحله الاولى هو الخل الابيض. يعني بعد أن نقوم بتمشيط الشعر بشكل جيد، نقوم بأخذ ملعقة كبيرة من الخل الأبيض ونقوم بدهن الشعر كامله بالخل الأبيض، جذور وأطراف الشعر والشعر بكامله بالخل الأبيض. إذا كان الشعر يعني طويل وكثيف يمكنكم إضافة كمية أكبر من الخل. يعني يجب تبليل الشعر بالخل. وبعد أن نقوم بتبليل الشعر جيدا بالخل، نقوم بوضع البلاستيك الغذائي أو كيس بلاستيكي على الشعر. هذه الوصفة يعني يمكنكم عملها حتى للأطفال الصغار وليس الكبار، يعني حتى الأطفال 3 4 سنوات يمكنكم عمل هذه الوصفة، وفعلا وصفة مجربة ومضمونة وجد فعالة في إزالة القمل من الشعر. بعد ذلك سنضع كيس بلاستيكي بهذا الشكل على الشعر، وسنترك هذا الخل على الشعر لمدة 15 إلى 20 دقيقة أو نصف ساعة، يمكنكم وضعه حتى إلى نصف ساعة على الشعر. بعد هذه العملية سنمر للمرحلة الثانية من هذه الوصفة. سأقدم لكم المكونات. في المرحلة الثانية سنقوم بأخذ إناء هذا الشكل، وسنقوم بأخذ ملعقة كبيرة من الصابون، الصابون المغربي او الصابون البلدي بهذا الشكل. بالنسبه يعني للدول اللي ما توفرش عندهم صابون البلدي او صابون المغربي، يمكنكم استعمال الفازلين في هذه الوصله، يعني الفازلين بدل الصابون المغربي او الصابون البلدي، ولكن من الافضل استعمال الصابون البلدي او الصابون المغربي. اذ لم يتوفر يعني بصفه نهائيه فيمكنكم استبداله بالصابون، يمكنكم استبداله عفوا بالفازلين. يعني سنحتاج الى ملعقه كبيره، وكما اقول دائما يمكنكم مضاعفه الكميه على حسب طول وكثافه الشعر. سنحتاج ايضا كمكون ثاني الى زيت الزيتون. ساضيف القليل من زيت الزيتون لهذا المزيج، وساقوم بخفقه جيدا يعني الى غايه الحصول على خليط متجانس. نقوم بخفقه جيدا، يعني الخليط سيصبح أبيض نوعا ما. هذه الوصفة يعني فعلا جد فعالة ومضمونة، يعني أنصحكم بتجربتها للتخلص من هذا المشكل، وهذا مشكل عادي يعني يصيب جميع الأطفال. لما تلاحظين يصبح المزيج بهذا الشكل، هذا هو شكل الخليط بعد تحضيره. يصبح عندكم خليط كما تلاحظون، يعني مكونات سهلة متوفرة في كل البيت. يعني بعد أن قمنا بالعملية الأولى وهي وضع الخل الأبيض على الشعر ووضع الكيس البلاستيكي على الشعر، نقوم بإزالة الكيس البلاستيكي من الشعر، وبعد ذلك مباشرة نضع هذه الوصفة. يعني لا نغسل الشعر من الخل، نترك الخل في الشعر ونقوم بوضع هذه الوصفة على الشعر. طريقة عمل هذه الوصفة يعني طريقة سهلة جدا جدا جدا. فقط نقوم يعني بفرق الشعر إلى خصلات، ونقوم بوضع
هاد يعني هاد المزيج على الشعر كامل، يعني كامل الشعر، وخصوصا يعني المناطق التي يوجد فيها القمل بكثرة نضع فيها هاد المزيج، يعني نحاول نضع كمية كبيرة منه على هذه المناطق مع تدليك الشعر بشكل جيد، وأيضا فروة الرأس بشكل جيد. بعد ذلك يعني بعد وضع هذه الوصفة وبعد تطبيقها على الشعر بكامله، سنحتاج بعد ذلك إلى مشط يعني يكون رقيق جدا، يعني إذا استطعتم مشط أرق من هذا الشكل، مشط رقيق جدا جدا جدا. وبعد ذلك نقوم بتمشيط الشعر، تمشيط الشعر جيدا، ونقوم بأخذ يعني قطعة بهذا الشكل، سواء قطعة قماش أو قطعة من هذا الورق الذي يستعمل في المطبخ عفوا، ونقوم بمسح المشط بهذا الشكل. وستلاحظون القمل يتساقط من الشعر بهذه العملية. يجب تمشيط الشعر بشكل جيد 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 من يعني بعد وضع هذه الوصفة ستلاحظون أن القمل سيلتصق بهذا المزيج، وأيضا السيبان اللي كيكون في الشعر سيلتصق بهذا المزيج وسيزول يعني بسرعة من الشعر. بعد ذلك نقوم بتنظيف الشعر جيدا بالشامبو. هذه الوصفة يعني عادة ما تعطيكم نتيجة من الاستعمال الأول، لكن إذا لاحظتم هناك يعني لا زالت هناك بعض البقايا القمل في الشعر، فيمكنكم إعادة هذه الوصفة يعني في اليوم التالي، يمكنكم إعادة استعمال هذه الوصفة، غير مضرة نهائيا بالشعر، يمكن استعمالها الكبار والصغار، الأطفال وأي واحد، أي شخص يعني مصاب بهاد المشكل. أنصحكم يعني بتجربة هذه الوصفة ومشاركة هذه الوصفة مع الناس الذين يعانون من نفس المشكل. أيضا إذا كان لديكم طفل عنده هذا المشكل ولاحظتم أن المشكل يعني يعني جاء من المدرسة، فيمكنكم اقتراح هذه الوصفة على يعني الأطفال ولا على الأمهات أطفال الذين في نفس القسم. أتمنى أن تعجبكم هذه الوصفة، وأتمنى أن تجربوا هذه الوصفة، فعلا مكوناتها سهلة ومتوفرة في كل بيت. وكما قلت يعني الناس الذين لم يتوفر لديهم الصابون المغربي ولا صابون بلدي يمكنكم استبداله بالفازلين. شيء واحد يعني في الفازلين أنكم يجب غسل الشعر مرات متكررة في الحمام لإزالة الدهون الموجودة في الشعر. هذه الوصفة تغسل بسرعة من الشعر. هذه الوصفة تغسل بسرعة من الشعر، لكن إذا استعملتم الفازلين بدل الصابون المغربي يجب غسل الشعر مرات يعني 3 مرات أو 4 مرات بالشامبو في الحمام لإزالة الدهون الموجودة في الشعر. شكرا على تتبعكم لهذا الفيديو، أتمنى أن تجربوا هذه الوصفة وتشاركوها مع أصدقائكم الناس الذين سبقوا وجربوا هذه الوصفة. لا تنسوا ترك لي في تعليق رأيكم فيها وتجربتكم مع هذه الوصفة. شكرا على تتبعكم، لا تنسوا زيارة حسابي على انستغرام عالم كي، سأتركه لكم أسفل هذا الفيديو. إلى اللقاء، إلى فيديو جديد بإذن الله.